Wir sind jetzt mit Kapitel Was darf es sein? Was darf es sein? هذا تعبير ف يعني معنى الترجمة يعني ماذا أستطيع أن أقدم لكم؟ وهذا يقال مثلا عندما يطلب أحد مثلا في المحل فيقول البائع Was darf es sein? Kapitel 4 Was darf es sein? و ننتقل مباشرة إلى الترجمة الثانية. Wie oft kaufen Sie normalerweise ein? Wie? يعني كيف. Wie oft? كم مرة. فمجرد الإضافة الـ oft الذي أصلا هو غالبا جعل السؤال كم. كم مرة. فكوفن زي normalerweise عادة فكيف تشتري عادة؟ كم مرة تشتري عادة؟ erzählen Sie. فهو أعطانا بعض الأمثلة بعض الكلمات لنكون جمل. فأعطانا mit ohne يعني مع وبدون Einkaufszettel. هو الأينكوفسيتل قائمة الشراء. فقبل أن يشتري واحد مثلا يوجد بعض الناس يجهز ورقة فهذا هو الأينكوفس سيتل. أين مال برو وخة يعني مرة في الأسبوع. تيكليش كل يوم. هونغريش يعني جائع زات شبعان. فبعض الناس يعني يذهب جائع وبعض الناس يذهب شبعان. وفي اليمين أعطانا مثال Ich gehe nie hungrig einkaufen يعني أنا أبدا أذهب جائعا أشتري. Denn sonst وإلا kaufe ich zu viel أشتري كثيرا. أعطيكم مثال من عندي أكتبه هنا. فمثلا ich kaufe mit ein Zettel ein. نبدأ الآن مع عبد الله، ممكن تعطيني جملة؟ هل المايك؟ Ich kann einkaufen أنت قلت إيش كان صح؟ اه يعني ich kann أنا اه ich أستطيع kann أشتري بورقة شراء. بدون ich kann only einkaufen zettel einkaufen. سوبر. طيب أستاذة أميرة؟ طيب نعم إيش نسمعك. كوفا؟ إيش كوفا؟ أين مال بغو بخي؟ أين؟ زوبا أستاذ محمد أقول إيش كوفن ميت أين ميت أين كوف زيت تاجلش تاجلش أين زوبا أين كوف ستن أن مرة أخرى أن كوف تمام ماشي ستل ستل تمام. الآن الأستاذة غادة كده تمام تمام إيش جيهي زط أين كوفا تمام أوكي. إلى هنا أي سؤال؟
ماشي. der Thunfisch, Tuna. Die Salami, Salami. Der Pfirsich oder Pfirsich, tamam. Der Pfirsich, El Hoch. Der Eistee, El Eistee. Die Paprika, Paprika, El Fulfel. ويعني بغض النظر كان حار أم ليس حار أو سكر يعني، لكن للأخرى يقال يعني غالبا تشيلي، تشيلي. دي كنوبلاوخ، الثوم. دي بانانا، الموز. und دي بغنا، الكمثرى. سأعيد الكلمات. Der Thunfisch, die Salami, der Pfirsich, der Eistee, die Paprika, der Knoblauch, die Banane, die Birne. Für الصفحة التالية. Der Saft, die Bohne, das Mehl, die Marmelade, der Cola, der oder das Bonbon, der Saft, العصير, die Bohne. دي بونا هو ال الفول الأخضر المسلة هي المسلة التي تفتح القشرة وبعدين تكون فيها حبة صح؟ لا مسلة. لا يعني ليست هذه، هذه البونا التي يعني تطبخ هكذا، يعني نقطعها صغيرة. اللوبيا؟ اللوبيا هل هي؟ واللوبيا يكون أبيض. بس بتتقطع كده خضرة. ماشي تمام. يعني هي يعني فاصوليا أخضر. يعني يعني ممكن سأريكم في المجموعة يعني صورة أحسن من هذه. داس ميل، الدقيق. دي مارمالادة، المربى. دا كواك، الكواك هو مثل الزبادي لكن يكون أكثر دسامة، يعني أو المية أو الماء يكون قليل يعني كأنه لا يوجد. هو في الشام يقولون لبنة، هو في مصر لا أظن أنها موجودة. دي كولا وداس ولا دا بون بون. إلى هنا أي سؤال؟ كفاك دي مش كده؟ دي كفاك ماذا؟ دي كفاك مذكر مسكون. طيب نرجع. drei. Nummer drei. Sehen Sie das Bild Lexikon an. انظر للمعجم الصور. Schreiben Sie in drei Minuten. اكتب في ثلاث دقائق. So viele Kombinationen wie möglich. So viele يعني الكم الكبير أو الكثير. Kombination. اندماجات من كلمات. Wie möglich. بقدر الإمكان. فلدينا دي تيوتا. الكيس الذي فيه الشيبس مثلا. دي دوزة،
العلبة التي تكون من حديد. دي فلاشة الزجاجة. داس جلاس. هي الفلاشة تكون من بلاستيك، أما الجلاس الزجاجة الزجاجة يعني. دي باكونج. دي باكونج الكرتونة، أو يعني ممكن أيضا بلاستيك. بلاستيك. وفي اليمين أعطانا مثال أين دوزة تونفش، يعني علبة تونة. فنفكر الآن كلمات نستطيع يعني ندمجها مع هذه الكلمات التي حصلنا عليها في التدريب السلفي. نبدأ مع عبد الله. المايك. أنت فهمت السؤال ولا أشرحه من جديد؟ لا فهمت. طيب ماشي. هو الآن لدينا يعني فواكه ولدينا أطعمة، يعني غذاءات أو غذاء. فهذا الغذاء يكون غالباً في أشياء، يعني إما في مزوج أو في علبة أو في كيس أو في كذا. فالآن لازم ندمجها. فنقول مثلاً علبة تونة أو كيس دقيق. أو عصير ماء أو عصير. أين جلاس زفت. أين جلاس زفت. تمام. أستاذ أميرة. طيب أين جلاس مارميلادة. هو هنا الأداة تكون مع العلبة أو مع الشيء المحتوى وليس مع الغذاء. فأين جلاس. أين جلاس. أو تماما فكرت إن هي متصلة ببعضها، كلمة متصلة ببعضها. أو تمام. أين جلاس مارميلادة. تمام. أين جلاس مارميلادة. أستاذ محمد. معلش الجلاس بياخد دي صح؟ داس. داس كلاس محايد. ممكن أقول أيني أيني باكينج بون. أيني باكونج بونا. بونا. تمام ممكن. بس هي البونا أنا لا أعرف كيف موجودة هنا، لكن في ألمانيا غالبا تكون في دوزة علبة حديد يعني. بتبقى في كرتونة دي. طالما في الصورة خضراء بكرتون. طيب ماشي. أين باكونج بون. تمام. أستاذ غادة. ممكن أقول أيني فلاشي كولا. جنو أين فلاشي كولا. أوكي. إلى هنا أي سؤال؟ الآن ننتقل إلى أربعة. Was darf sein. ماذا أستطيع أن أقدم. Was ist richtig. ما هو صحيح. Hören Sie und kreuzen Sie ab. استمع وضع الإشارة المناسبة. الجملة الأولى تقول Otto hat Probleme. Otto لديه مشاكل. Denn لأن Es fehlen genaue Angaben. يعني ينقص فعلا جنوة يعني علامات أو بيانات دقيقة auf dem Einkaufszettel على قائمة الشراء. 2. Otto kennt seine Mitbewohner und ihre Essgewohnheiten gut. يعني Otto يعرف مشاركيه في السكن وعاداتهم أو عادات الأكل جيدا. 3. Er will zu Hause anrufen.
يعني يريد أن يتصل في البيت aber sein Handy nicht, لكن هاتفه لا يعمل. 4 er kauft zu viel ein, يعني يشتري فوق الزائد فوق اللازم. Denn er will keine Fehler machen, لأنه لا يريد أن يفعل خطأ. طيب الآن نستمع. كان في خطأ. Aufgabe 4. 1. Guten Tag, was darf sein? Ich hätte gern einen milden Käse. Einen milden Käse? Tja, da gibt es viele. Möchten Sie lieber einen weichen Käse oder einen harten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß leider auch nicht, was er mag. Warten Sie mal, ich frage meinen Mitbewohner schnell. Ach, jetzt habe ich mein Handy vergessen. Na gut, ich glaube, ich nehme einen weichen und einen harten Käse. Geben Sie mir doch bitte je 200 Gramm von dem da und von dem da. Das ist eine sehr gute Wahl. Die sind beide super lecker. Aha. وأظن كان صعب قليلا فأنا سأشغل التسجيل من جديد. هو التسجيل الأول متعلق بالأسئلة هذه التي قرأناها. يوجد تسجيلات أخرى تكون متعلقة ب فسأشغلها مع بعض لكن أشرح لكم يعني ما هو الشيء في الأسفل. ف ب hören Sie noch einmal يعني استمع مرة أخرى und hören Sie weitere Gespräche im Supermarkt واستمع للتكملات من الحوارات في المحل. was يعني ماذا سيشتري und wie viel وكم سيشتري kauft auto. kreuzen Sie an يعني ضع الإشارة على ماذا سيشتري und notieren Sie die Menge واكتب الكمية يعني كيلو أو غرام أو حبتين حبة هكذا. فالذي موجود هنا فريش كيزا. الفريش كيزا هو الجبن الطازج. كيزا وايش. وايش هو الطري. جبنة طري. كيزا هات. هات هو القاسي. جبنة قاسية. بوتر ميلش. هو البوتر ميلش لبن رائب. لبن رائب. فول ميلش. الفول ميلش حليب كامل الدسم الذي مع دسم 3.5. فت هو دسم. ميلش فت ارم. الفت ارم هو قليل الدسم الذي مع دسم 1.5%. وماغر ميلش يعني هذا أقل دسمة الذي مع 0.5 دسم فات. في الطرف الآخر مكتوب شينكن. نحن كنا نقول أنه شينكن لحم الخنزير. غو غو يعني غير مطبوخ. نايق أظن أو ني. شينكن gekocht مطبوخ. فثا زالامي. السلامي مع فلفل. كنوبلاوخ زالامي. سلامي مع ثوم. وفي الأسفل لدينا الكيلوغرام كيف يكتب بالألماني واختصاره كي ويساوي 1000 غرام. وكيف يكتب الغرام. والفونت نصف نصف كيلو. والليتا يكتب هكذا ليتا. طيب سنستمع من جديد أو لديكم أي سؤال؟ ماشي. Aufgabe 4. 1.
Guten Tag, was darf sein? Ich hätte gern einen milden Käse. Einen milden Käse? Tja, da gibt es viele. Möchten Sie lieber einen weichen Käse oder einen harten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß leider auch nicht, was er mag. Warten Sie mal, ich frage meinen Mitbewohner schnell. Ach, jetzt habe ich mein Handy vergessen. Na gut, ich glaube, ich nehme einen weichen und einen harten Käse. Geben Sie mir doch bitte die 200 Gramm von dem da und von dem da. Das ist eine sehr gute Wahl. Die sind beide super lecker. Aha. Und dann zwei. Drei Liter normale Milch. Hallo? Entschuldigung? Haben Sie denn keine normale Milch? Normale Milch? Was meinen Sie mit normal? Meinen Sie Vollmilch mit 3,5% Fett? Oder fettarme Milch mit 1,5% Fett? Oder Magermilch mit 0,5% Fett? Keine Ahnung. Wissen Sie was? Ich nehme einfach zwei von jeder. Was ist das mit dem Genit? Zwei. Drei Liter normale Milch. Hallo? Entschuldigung? Haben Sie denn keine normale Milch? Normale Milch? Was meinen Sie mit normal? Meinen Sie Vollmilch mit 3,5% Fett? Oder fettarme Milch mit 1,5% Fett? Oder Magermilch mit 0,5% Fett? Keine Ahnung. Wissen Sie was? Ich nehme einfach zwei von jeder. Hallo, was darf es sein? Ich hätte gern einen mageren Schinken. Gern. Soll es ein roher Schinken sein oder ein gekochter Schinken? Hier, sehen Sie mal. Die sind heute beide im Angebot. Tja, dann geben Sie mir doch einfach von beiden je 250 Gramm. Und 200 Gramm Knoblauchsalami. Hallo, was darf es sein? Ich hätte gern einen mageren Schinken. Gern. Soll es ein roher Schinken sein oder ein gekochter Schinken? Hier, sehen Sie mal. Die sind heute beide im Angebot. Tja, dann geben Sie mir doch einfach von beiden je 250 Gramm. Und 200 Gramm Knoblauchsalami. تمام نبدأ مع عبد الله 1 أتو هات بروبليما دان اس فين جنوة أنجام أوف تيم أنكوف سيتن ريشتش ولا فلش ريشتش جنو ريشتش أستاذ أميرة 2 أتو كنت زينة متبونة und ihre Essgewohnheiten gut ثواني كده مش عارف بس تقريبا 9 تمام طيب كيف نصحح الجمله هشيل اللي هي خليها نشت بدل كنت ديت نشت طيب نحطها فين طيب نضعها فين طيب تمام اوتو كنت كنت نشت زينا مد بيبونا
Und Ida wahrscheinlich. Otto kennt nicht seine Mitbewohner und ihre Essgewohnheiten gut. نقول مثلا Otto kennt seine Mitbewohner und ihre Essgewohnheiten nicht gut. Ein ليس بجيد. طيب تمام. أستاذ محمد 3. Er will zu Hause anrufen, aber sein Handy funktioniert nicht. Ja, falsch. متأكد؟ مش هو فيرجسون اللي هو نسى الهندي. ممتاز ممتاز. طيب كيف نقولها بالألماني؟ هو المفروض نقول إير فيرجست زاين هاندي. هو يعني لازم نقولها بالماضي، يعني هو نسي هاتفه. فالجملة من البداية تكون صحيحة. Er will zu Hause anrufen, aber أو ممكن نقول مثلا هاتفه في البيت. هكذا لا نحتاج إلى فعل. كيف؟ طب قولها كده. طيب. Aber sein Handy ist zu Hause. أو نقول Er hat sein Handy vergessen. الأخيرة أستاذة غادة. بصراحة مش عارفة بصراحة ما خدتش بالي جدا لأن في حاجات كتير ما فهمتهاش بصراحة. يعني هو عندما كان يشتري دائما كان يقول من الاثنين او من الشيئين كذا مره، فهو اشترى فعلا كثير لكي لا يخطئ، فهو صح. Er kauft zu viel ein, denn er will keine Fehler machen. Richtig. تمام. اوكي. الان نرجع الدور عبد الله. الان وصلنا الى بي. ماذا اشترى وكم اشترى؟ يوجد الرقم الواحد، فلديك الاختيار ما بين فريش كيزا، كيزا ويش، كيزا هات. Was hat er gekauft؟ ويش كيزا؟ Er hat nicht frisch Käse gekauft. هو قال ملدن كيزا. تمام. هو كان يقول ميلد كيزا، فالبائع لم يفهم عليه، فكان يقول عندي كذا وعندي كذا. فكان يقول بعدين انا اريد من الاثنين. Ich will von beiden. فهو اختار الكيزا الويش كيزا والهارت كيزا. يعني كيزا ويش وكيزا هارت. اختار الاثنين. طيب تعرف كم اختار؟ كم غرام؟ لا بصراحة ما قدرتش أميز. اوكي. Er hat 200 Gramm gewählt, gekauft. تاني كده. Er hat 200 Gramm gekauft. 200 بالعربي. 200 جرام. مش كده؟ تمام 200 غرام. فهو اشترى من الكيزا والكيزا هات 200 غرام. اوكي. الان استاذه ميرا 2. لدينا بوتر ميلش، فول ميلش، ميلش فتام، ماغا ميلش. Was hat er gekauft؟ فول ميلش. Er hat فول ميلش gekauft. Ja. واشترى حاجه ثاني؟ هو اشترى ثلاثه. ثلاثه كمان. طيب. واللي هو فيت ام. فيت ام تمام. وكمان اللي هو البوتاميلش ولا جزء؟ لا ليست البوتاميلش. يبقى اخر واحد اللي هو الميجا ميلش. تمام. وكم؟ بفيل؟ اتس باي 100. لا اتس باي 1000. 2000؟ 2000؟ اللي هو جرام يعني 2 كيلو يعني.
هو كان يقول ايش مشته نورمال ميلش عادي يعني حليب عادي. فالبائعتك او البائع كان يقول انه ايش هاب فول ميلش ميلش فات ارم ميلش ماجر ميلش. فكان يقول dann geben sie mir von jedem zwei. Zwei, تمام. كيف نقول 200 جرام اللي هي هو كان يقول geben sie mir von jedem من كل شيء zwei اثنين يعني علبتين. فهو حصل من الفول ميلش والفات ارم ميلش والماجر ميلش من كل الثلاثة هذه علبتين، والعلبة تكون دائما أو غالبا يعني لتر. يبقى 2 لتر بقى 2 لتر تمام 2 لتر اوكي. يتست أستاذ محمد نمرة 3. معلش يا أستاذ محمد، هو المشتري كان بيقول إيه؟ يعني كل حاجة عاوز حاجة. طيب سأكتبها لك. Dann geben Sie mir von jedem zwei. Ja, genau. Dann geben Sie mir von jedem zwei. Eben, Herr Trini, mit kulli şey, اثنين. هو الزي كبير، أنا أخطأ فيها. تمام. ماشي. أستاذ محمد، لدينا ثلاثة، لدينا شينكن رو، شينكن gekocht، Pfeffer Salami، Knoblauch Salami. طيب عبد الله. ثواني. تفضل. ثواني. يعني كده لان انا حاولت افهمها ما جابتش معايا خالص. هو كان يقول انه اراد شينكن، فكان البائعه تقول ich habe rohen Schinken und gekochten Schinken. Er sagt dann geben Sie mir von jedem 250 Gramm. هو عايز كان المفروض ان هو 3 كيلو يعني. هو قال حاجه مش عارف، هو قال ده من كل حاجه 2 تقريبا. لا مش دي، ده هو كان محتاج 3 كيلو جيكوخت صح؟ لا هو عايز من دي ومن دي من الاثنين. هو نفس الحركه يعني نفس الكلام كان يقوله هنا، يعني اعطيني من كل شيء 2. بقولها اهو ايوه من كل شيء 2. بس هنا كان يقول انه 250 جرام يعني 250 جرام. وطلب شيء اخر تعرفونه؟ ممكن تقول تاني كده هو قال ايه بالظبط؟ اوكي. Und geben Sie mir auch Knoblauch 200 جرام Knoblauch Salami. يبقى اللي هي الثانيه دي اللي بالثوم كنوبلاوخ. تمام كنوبلاخ زلامي 200 غرام 200 غرام. نفس الزوم ونفتحها من جديد لأن الوقت سينتهي الآن. أسأل حاجة تعلق الزوم عليها. طيب الآن أفضل. أنت خلصنا 5 ولا لسه؟ لا لسه سنبدأ الآن. كنت انتظر. Aufgabe 5. Ergänzen Sie die Endungen mit Hilfe der Tabelle. يعني أضف النهاية من الصفة مع مساعدة الجدول الذي في الأسفل. كما لاحظتم الآن هو الصفة تكون ليست بعد الكلمة أو بعد الاسم وإنما تكون قبلها. وحسب سواء كان يعني فاعل مفعول به يعني nominative accusative dative يتغير
النهاية أو تتغير النهاية. وأيضا حسب المذكر والمحايد والمؤنث والجمع. فقبل أن نطبق نحاول أن نفهم الجدول الذي في الأسفل. فلدينا نوميناتيف الذي هو الفاعل. Das ist, das ist, das sind. هكذا نستطيع نبدأ حتى يكون الكلمة أو تكون الكلمة فاعل. Das ist ein magerer Schinken. فالمذكر نحط er. للمحايد Das ist ein helles Brot. ماجرا شينكن يعني شينكن قليل الدسم. ein helles Brot, خبز فاتح. Das ist eine grüne Paprika, فلفل أخضر. Das sind helle Brötchen. هذه خبزات صغيرة فاتحة. فهي Brötchen اسم تصغير من بروت. الفاعل يعني هذه القائمة أولا حتى تحفظوها. تذكروا أنه المذكر داع أو تمام داع الضمير له إر فأضفنا في آخر الصفة إر تمام. المحايد إس يعني داس والضمير إس فأضفنا بعد الصفة الإس. في المؤنث لدينا دي والضمير زي أخذنا الإي وأضفناه في الصفة غرينة تمام. الآن الأكوزاتيف. الأكوزاتيف مثلا ich hätte gern يعني أنا أود أن أحصل على كذا. ف ich hätte gern einen mageren Schinken أضفنا إن كالمعتاد. ein helles Brot هذا للمحايد. للمؤنث eine grüne Paprika eine helle oder ich hätte gern helle Brötchen. فهو نفس النوميناتيف ما عدا الأولى المذكر. بعد ذلك الداتيف هذا كله إن mit einem mageren Schinken يعني مع لحم خنزير قليل الدسم. mit einem hellen Brot مع خبز فاتح. mit einer grünen Paprika مع فلفل أخضر. mit hellen Brötchen مع خبيزات أو خبز صغيرة فاتحة. ففي الأخيرة دائما إن حتى لا أنسى. هذا الآن القاعدة هذه فقط إذا كان لدينا الأداة النكرة. يعني لاحظتم نحن نتكلم هنا عن عين. الداع له قاعدة أخرى وهذا سيأتي في الفصل الذي بعده أو الذي بعده. تمام الذي بعده سنتكلم فيه عن الأداة أدوات المعرفة. وبعد ذلك نتكلم لو كان الاسم بدون أداة وخلفها صفة. إلى هنا أي سؤال؟ ويعني مع أن السؤال لم يطرح سأسأله يعني لماذا لا نجمع كل القواعد مع بعض؟ هو الأحسن هكذا يعني رأيي. لأن لو جمعنا كل القواعد هذه يعني سيلخبط الأمور. فالأفضل أنه يعني نأخذ هذه القاعدة ونتدرب على الأرايتسبوخ. ففي الأرايتسبوخ فيها تدريبات فيحفظها وبعد ذلك عندما يتمكن يدخل في القاعدة الأخرى والله أعلم. الآن نأتي بالتدريبات. 5 ergänzen Sie die Endung mit Hilfe der Tabelle. الترتيب كما معروف عبد الله بعد ذلك الأستاذ أميرة بعد ذلك الأستاذ محمد بعد ذلك الأستاذ غادة. ich hätte gern einen milden Käse. هذه محلولة. عبد الله möchten Sie lieber einen weichen Käse oder einen
هاتن هاتن تمام. أستاذ أميرة داس إست أين جوتا فغازا زوبا. أستاذ محمد المايك. ألو نعم نسمعكم. معلش بس عشان محمد بيعمل حاجة بس وجاي على طول، ممكن أقول بداله؟ طب فضلي. أنتوا في أنهي واحدة بقى؟ الثالثة حامزي أو الرابعة حامزي دين حامزي هتبقى نورمالي ميتش هنحط إيه؟ عبد الله مينين زي فول ميلش يعني ما فيش حاجة. تمام ما فيش حاجة، فننتقل لإشهاد الجن. إشهاد الجن أينين ماجن شين شينكن ماجن شينكن إي أن ماجن ماجن شينكن. تمام أستاذ أميرة زول إس أين قو غوهس هو دير شينكن دير يبقى اللي هي غوهي. تمام غوهر وبعدين زين كودا اين كوختي اي اور برضه. تمام كيت كوختر. تمام هنا اي سؤال؟ طيب Aufgabe 6 Was haben Sie diese Woche gekauft? Eine Mörderstrittung, Hazel Uspur. Machen Sie eine Kettenübung, eine Ifal Silsilat, Tedrib. فهو هنا مثلا يريد منا جمل. نكون جملة أنني أنا اشتريت كذا كذا أو موبايل جديد مثلا. أو قلم جديد أو بنطال أحمر. فهو لدينا أمثلة ich habe ein neues Handy gekauft اشتريته هاتف جديد ich habe ein neues Handy und einen blauen Kugelschreiber gekauft اشتريته هاتف جديد وقلم حبر أزرق. فالثالث يكمل يعني يضيف واحدة أخرى ich habe ein neues Handy einen blauen Kugelschreiber und eine rote Hose وبنطال أحمر gekauft mit einem schwarzen Gürtel gekauft يعني مع حزام أسود. يعني لن نفعل هذه اللعبة لكن الجميع يعني يأتي بجملة فكروا من الآن ونبدأ مع عبد الله كالمعتاد. تفضل نسمعك. ايوه ايش هابا اين نيوا تش داس نيكاو هو داس تش نوي داس تش نويس I know this dish gekauft. ممتاز. أستاذ أميرة. Ich habe einen neuen T-Shirt gekauft.
هي تي شيرت شريتها ليا ولا قريتها؟ تمام تي شيرت. انا يعني لما سمعت فقلت تيش ولا تي شيرت. تمام اين تابا اين ناين تي شيرت gekauft. استاذ محمد او استاذ غادة معلش انا هكمل معاكم بقى. تمام قول ايش هوبي. اين نوز نوتست بوخ اون ذا اينن بلاون كوجل شرايبر gekauft. تمام اين نويس نوتيتسبوخ اون اين نوين كوجل شرايبر gekauft. اوكي الان ننتقل الى سارة. Ich hätte gern einen mageren Schinken. يعني أود أن أشتري لحم قليل الدسم. Wer sagt das? من يقول هذا؟ Notieren Sie. يعني اكتب علم K für Kunde. يعني الK من أجل الكندة الزبون. Oder Kundin, زبونة. Und V für Verkäufer. V للبائع أو البائعة Verkäuferin. فلدينا الجمل. Ich hätte gern, أود, das, was darf es sein? يعني ماذا أستطيع أن أقدم لكم؟ Möchten Sie lieber, يعني تحبون كذا أو كذا؟ Ich nehme, أنا أخذ. Meinen Sie كذا, so und so, oder so und so, ولا كذا كذا, so und so, بالألماني. هل تقصدون كذا ولا كذا؟ Dann Geben Sie mir doch bitte. Yani idhan, autoni lo samaht, kaza, so und so. Soll es so und so oder so und so sein? Yani hal yajib an yakun hakada wala hakada? Hier sehen Sie mal. Yani huna, unzur. Die sind heute beide im Angebot. Im Angebot. Yani haula al-ithnain, kilahuma في العرض. Ich hätte gern Kunde. طيب عبد الله was darf es sein? من يقول هذا؟ المايك كوندي الزبون. والزبون يقول ماذا استطيع ان اقدم لكم؟ ايش هتا جن مش ده الزبون هو تمام زبون الان was darf es sein ده هو verkaufer. تمام حاول تكون الان يعني تكون من الان جمل فتقول der verkäufer sagt was darf es sein. ماشي اوكي قولها الان verkaufer sagt was darf es sein. تمام والآخرين على نفس النموذج. طيب أستاذة أميرة möchten Sie lieber oder Verkäufer sagt möchten Sie lieber der Verkäufer sagt der Verkäufer sagt möchten Sie lieber oder okay. أنا يعني قبل فترة تعلمت طريقة بالأ والأ أو الأ يعني هو صعب يعني لا تروني فهذا سيكون ربما صعب في الشرح لكن الأ يعني قولوا أولا أ بعد ذلك تضمون الشفتين أ فيصبح في الأ يعني يخرج الحرف الأ 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 مع الأملاط عندما تقولون إي وتضمون الشفتين يصبح إي إيو فهذه طريقة جميلة. طيب الآن الأستاذ محمد أو الأستاذ غادة. إيش نيمي فدي هتبقى فوند. تمام ده كوند زاكت إيش نيمي كوند قصدي. أوكي عبد الله Wer kauft, sagt, meinen Sie etwas oder etwas? Der Verkäufer sagt.
ماينين زي ادفاس اوردرز زبا. استاذة ميرا كون ده زا زا بين جبن زي مية دوخت كتا كم زاكت أن جيم زي مية دوخت كتا. أستاذة غادة هتبقى فيركوفر برضو زول است أودر زاين تمام. تفكيف زاكت زول است زول زو زين. عبد الله المايك ذيكو فازاك هي زين زي مال دايزن هويتا بايدا ام انجبوتن دايزن ولا ديزن زين تمام ديزن. تمام ديزن لانك كنت تقول داي فركز على الدي. طيب الان نذهب الى ثمانية. فلدينا warum hast du denn so viel eingekauft يعني لماذا اشتريت الكثير. hören Sie und korrigieren Sie يعني استمع وصحح. فكل الجمل فيها خطا يعني ليست اختيار انه صح وخطا لا كلها خطا. 1. Der Einkauf, الشراء, كلف, kostet, أو يكلف, 29 Euro und 10 Cent. أو 29, 10. 29 Euro, 10. 2. Jochen und Bruno meinen, يقصدان, Otto hat zu wenig eingekauft. يعني اشترى قليل جدا. 3. Für Bruno ist fettarme Milch normale Milch. يعني من أجل برونو فالحليب قليل الدسم يعتبر هو الحليب العادي. 4. Otto wohnt seit 18 Tagen in der WG. Otto يعيش أو يسكن منذ 18 يوم في الWG. الWG اختصار Wohngemeinschaft. اكتبوها لكم وون دي وون جي ماين شافت. والاخيره محلوله يعني الوون جيمينشافت سكن اجتماعي يعني سكن طلبه. اوتو هات زير غوت نيرفن ماين برونو. زير غوت نيرفن يعني اعصاب هادئه يعني هو اصلا زي جوت نافن ترجمتها الحرفيه انه اعصاب جيده بس هي معناها هادئه يعني غير متعصب. فهو صححها وقال keine guten Nerven. فنستمع. Aufgabe 8. Was? 87 Euro und 30 Cent? Ja. Ich bekomme 29 Euro und 10 Cent von jedem von euch. Bist du verrückt? Warum hast du denn so viel eingekauft, Otto? Ihr habt ja keine genauen Angaben gemacht. Keine genauen Angaben? Quatsch! Hier, seht euch mal eure Einkaufsliste an. Was ist eine normale Milch, hä? Es gibt Vollmilch, es gibt fettarme Milch, es gibt Magermilch, aber es gibt keine normale Milch. Doch! Für mich ist Vollmilch normal. Ach ja? Und woher soll ich das wissen, lieber Bruno? Ich wohne seit gestern Abend hier. Seit genau... Moment. Seit genau 18 Stunden. Das stimmt, Otto. Aber warum hast du uns denn nicht angerufen und gefragt? Tut mir ja so leid, Jochen. Ich habe mein Handy vergessen. Ach komm! Otto, kann man mit dir kein kleines Späßchen machen? Otto, willst du etwa kein Frühstück? Leider hat er keine guten Nerven.
طيب نسمع من جديد. Aufgabe 8. Was? 87,30 €? Ja, ich bekomme 29,10 € von jedem von euch. Bist du verrückt? Warum hast du denn so viel eingekauft, Otto? Ihr habt ja keine genauen Angaben gemacht. Keine genauen Angaben? Quatsch! Hier, seht euch mal eure Einkaufsliste an. Was ist eine normale Milch, hä? Es gibt Vollmilch, es gibt fettarme Milch, es gibt Magermilch, aber es gibt keine normale Milch. Doch, für mich ist Vollmilch normal. Ach ja? Und woher soll ich das wissen, lieber Bruno? Ich wohne seit gestern Abend hier. Seit genau... Moment. Seit genau 18 Stunden. Das stimmt, Otto. Aber warum hast du uns denn nicht angerufen und gefragt? Tut mir ja so leid, Jochen. Ich hab mein Handy vergessen. Ach komm, Otto! Kann man mit dir kein kleines Späßchen machen? Otto, willst du etwa kein Frühstück? Leider hat er keine guten Nerven. Abdullah, der Einkauf kostet 29,10 €. المايك. طيب أستاذ عمي. تمام تاني صح؟ هي كلها خطأ. لا مش عارف يعني هو ذكر 29 و10 سنت، بس هل كان شيء آخر؟ طيب أستاذ أميرة بعدين أنت الرقم الثاني. بس ما سمعتش قوي، بس يعني أقربها شوية. ماشي، هو حاجة و70 تمام ولا إيه؟ و30 سنت. تمام، بس مش 70، 7 سبعة وحاجة. سبعة وثمانين. سبعة وثمانين صح ليا؟ سبعة وثمانين وثلاثين سنت كلف الكل، وهو سيأخذ من الجميع أو من الاثنين يعني 29 و10 سنت. تمام. أقول بعدها عادي. من تمام. عبد الله نمرة 2. Jochen und Bruno meinen, Otto hat zu wenig eingekauft. Zu viel eingekauft. Zu viel eingekauft. Das ist gerade Nummer 3. Hat für Bruno ist fit army match. Hat er keine normale match. تمام، لكن حتى نصححها كما كان يقولها، يعني هو كان يقول إنه لبرونو الحليب كامل الدسم هو حليب عادي. يبقى full milk. Genau. Für Bruno ist voll milk normale milch. عبد الله. نمرة. ما أعرف شو ممكن تعيد، لم أسمعك جيدا. ممكن هذا تقول هو كان بيقول يعني أنا حاول أصححها. طيب ich wohne schon seit 18 Stunden in der WG. معلش كده.
Ich wohne seit gestern in der WG, genauer gesagt seit 18 Stunden. 19. لا هي 18 لكن ليست 18 أيام وإنما معلش ممكن تقولها تاني طيب؟ سندن سندن اللي هي بمعنى ساعتين تقريبا ولا سندن سندن ساعة 18 ساعة اوكي في الأخير لدينا haben Sie auch schon mal طب هي ممكن تكتبها لو سمحت لأن أنا مش عارفة مش فاهمة Stunden Stunden معناها إيه بقى؟ ساعة أخذناها قبل كده دي؟ ماشي أخذناها نعم الغلط عندي معلش لا يوجد مشكلة. أوكي. الآن haben Sie auch schon einmal das Falsche eingekauft؟ يعني هل اشتريتم أيضا مرة شيء خطأ؟ فأحكيها. فهو يأتي بمثال. Letzten Monat habe ich für 3 Personen 2 Kilo grüne Bohnen gekauft. الشهر الماضي اشتريت لثلاثة أشخاص كيليين 2 كيلو فاصوليا أو فول أخضر. Das war viel zu viel. يعني كان كثير جدا. فهذا تعبير viel zu viel. So haben wir هكذا فعلنا. Dann إذا die Rest oder die nächsten 3 Tage Bohnen gegessen. يعني هكذا أكلنا الثلاثة أيام التالية فول. الفول الأخضر. فهذا يكون وظيفة للكتابة. أي سؤال إلى هنا؟